أن جزنا للجزائر حزب يمكن أن تعتمد عليه الدولة، يمكن أن ترتكز عليه الدولة، حزب يمكن أن يكون مرجع وأن يكون محور في المجتمع. نحن نبرئ السيد رئيس الجمهورية مما وقع من تجاوزات خطيرة أثرت في النتائج. هذا الأمر الأول. كذلك نحن لا نتهم السيد رئيس السلطة. هذا النجاح الذي تحقق أولا هو نجاح للجزائر، نجاح حركة مجتمع السن، أقول نجاح حركة مجتمع السن وتميزها وظهورها بهذا المستوى اللائق، هذا المستوى العصري، هذا المستوى الرفيع في التنظيم، في جمع التوقيعات، في الحملة الانتخابية، في النتائج. هذا التميز الكبير هو نجاح للجزائر.